ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. النظام الغذائي. يم يم يم، وقت الطعام. تلا، مشروب الطحالب من أجل بركة، عظم مجفف من أجل جائع، وثمار الجوز من أجلي مثل الغداء والفطور. أمر مزعج. جوز جوز جوز، هذا الجوز سيثير جنوني. أوبل، جزء من برنامج النجاة هو تناول غذاء صحي، ومذكور في الكتاب الكبير أن هذا طعامكم. لا، قطع اللحم. أعطيهم قطع اللحم كمكافأة على الحيل. جائع، أرها. واو. هذه بطاقتك. سنعود إليكم والمزيد من المايسترو سجوك والفرقة الموسيقية بعد هذا الفاصل. هاي، هل تحبون البيتزا المقلية؟ ماذا عن زبد السوداني المقلي واللحم مع الكريمة؟ ستحبون بيتزا تشانغ المقلية بمذاق زبد السوداني المقلي واللحم مع الكريمة. ستحبون أيضاً الكمية القليلة من بديل الزبد المقلي. هيا اتصلوا الآن، التوصيل في 5 دقائق أو لا تدفعوا. رائع. هذا صحيح، المدخل من المحجر القديم، ولا تنس 5 دقائق أو لا ندفع. ماذا تفعل؟ أريد أن أضع اللمسات الأخيرة على متعقب الجرار. ألا تتذكر؟ طلبت مني تنظيف المكان. الغبار هو عدو بيئة العلم الصحية. فعلت؟ حسناً، دعني أدخل كي أراه. آسف يا سيدي، أنا أريدك أن تراه نظيفاً. المحجر القديم قبل الموعد ب4 دقائق، لكن ما هذا؟ تغيير في الخطة، وصل البيتزا للصغار في أقل من 3 دقائق أو لا ندفع. هوب. ملعب الجولف الصغير. دقيقتان، سأقلي نفسي في بديل الزبد الخالي من الدسم قبل أن أعطي أي بيتزا مجانا لأي عميل. المزيد من التعليمات والمزيد. وصلت قبل 4 ثواني من الوقت. أفضل بيتزا في البلدة، خدمة تشانغ لتوصيل البيتزا المقلية. عجيب، المقعد جانب الشجرة، هذا هو الطلب، لكنه أنا متأكد. كيف؟ 5 دقائق، إنها مجانا. هذا ما أسميه المذاق اللذيذ. الآن يجب أن نتخلص من الدليل. نعم، أريد الحلوى. وقت الطعام. تصفحت الكتاب الكبير، ومن الواضح أنكم في البرية ستأكلون أنواع مختلفة من الطعام، لذا فاتح للشهية. أوبل، ماذا حدث لقدميك؟ بركة، هذا أنت؟ جائع؟ تحياتي للجميع في هذا الصباح المشرق. ماذا فعلتم؟ هل أكلتم شيئاً لا يجب أن تأكلوه؟ نأكل شيئاً؟ هل ستفندون عادتنا الغذائية في هذا المسكن الأساسي؟ إذن لقد أكلتم شيئاً. أيتها الفتاة المشاغبة، غذاؤك شبه السائل هو الذي عجل بهذه التحولات المقززة. غذائي شبه السائل؟ لا أعرف ماذا فعلتم، لكنني سأكتشف الأمر. ملحوظة، رد الفعل. ملحوظة، درجة الحرارة. دونت هذا يا فريد؟ نعم. لا أثر لتعفن الجذور أو عفن فطري. سأراجع الكتاب. في هذه الأثناء يجب أن تستريحوا. إلى متى نستريح؟ هذا الأمر ممل وأنا جائعة. من أجل الاختبارات العلمية
أقترح أن نطلب المزيد من البيتزا المقلية مع زبد السوداني المقلي واللحم مع الكريمة. لا أعرف يا جائع، أعتقد أن البيتزا هي سبب ما حدث لنا. صحيح، تناول جرعة مضاعفة من نفس ذات الطعام المذكور سابقاً هي الطريقة الوحيدة لاختبار نظرية. يجب أن نفعل هذا لأجل صوفي. ماذا يقول؟ عجيب، لا أحد هنا، فقط حذاء التزحلق. ماذا؟ اذهب إلى محطة التلفاز. أكرهك أيها المزعج المتخصص في مذاق البيتزا. يوه، في الوقت المناسب. هذا هو منزل البطاقات. يا رفاق، أتشعرون الآن بتحسن؟ هذا مظهر جديد لك، صحيح؟ يا نهوض صباح جميل. طلبت منكم أن تستريحوا، الآن انظروا إليكم. رفض أي عواقب غير عملي تماماً نظراً لعدم راحة مكان سكني. أعتقد أنه يريد تغيير وسادته. سأغير أكثر من الوسادة، سوف تستريحون حتى إذا اضطررت. إذن كيف حالكم الآن؟ أفضل؟ القليل من تدليك الأنسجة لن يضر أسفل الظهر. أوه، سأتولى هذا الأمر. ها؟ بيتزا تشينغ المقلية بمذاق زبد السوداني المقلي واللحم مع الكريمة؟ هل لديكم فكرة مما تتكون؟ زبد السوداني المقلي واللحم مع الكريمة؟ بالإضافة إلى ما سبب لكم هذا التحول، علينا الدخول إلى مختبر مبتكر لفصل المكونات والبحث عن علاج. أي علينا أن نبعد البروفيسور المبتكر. لا عليكم يا رفاق، سأتولى الأمر. تشانغ بالقوة. إذا كنت تريد سكان الجرار، تعال إلى ملعب الأطفال صديق. تشانغ، علي إحضار متعاقب الجرار من المختبر. سأفعل يا سيدي. أحسنت يا فريد، لقد حول المختبر إلى مطبخ تجاري. أسيسفلام البوتاسيوم، هيدروكسيل أنيسول، سيكلامات، تناولتم هذه الأشياء؟ فقط لو كانت مقلية. المزيد من التعليمات. ماذا يجري هنا يا تشانغ؟ إنه لص البيتزا المقلية المزعج مرة أخرى. أعني أنا ليس لدي فكرة. هذا غير منطقي يا تشانغ، افحص مجموعة الفلاتر الدقيقة. أمرك. يجب أن نحلل هذا في المختبر. في المختبر؟ لم أفرغ من تنظيفه بعد. لا يهم. برومات البوتاسيوم، نترات الصوديوم، نتريت الصوديوم. لا عجب حدث لكم التحول، لا يوجد أي غذاء في هذا. تشانغ، هل تركت النور مضاءا في المختبر؟ إذا كنت تقول إنني أستخدم المختبر لأغراض أخرى غير المساعدة في تعليم الطلاب. سكان الجرار، تشانغ، وجدناهم. البروفيسور مبتكر. لا تقف هكذا يا تشانغ، استخدم متعاقب الجرار. نعم، لأننا لا نعرف ما الذي كانوا يقومون بقليه. تشانغ، أنت في ورطة كبيرة. يا رفاق، هيا اهربوا. أسرع. بذلنا مجهودا كبيرا. أنت محق، لا ما أجري هكذا منذ أن كنت شجيرة. باركا، انظر إلى
إليك، لا تبدو منفعلاً. نعم. وأوبل، عادت يديك وأنفك إلى طبيعتها. بالطبع وجدتها، لم تكن بحاجة للراحة بل للتمارين. فيما يتعلق بالفرضية قد يكون فيها بعض المبالغة. هيا أوبل، 100 حركة أخرى وتحصلين على قطعة لحم. تدريب مقابل الطعام. مرحبا بعودتك يا جائع.